الحاج قصه من القدس البلد القديمه. هاي كيف بدي اقول لك اياها، التراث احنا ماخدينه وزي ما بيقولوا ورثناه وماشيين على ضربه، يعني المعنى بس احياء البلد القديمه بالاناره اللي هو الفوانيس. احنا كل عام من عشرات السنين بنستنى اليوم هذا اللي هو شهر رمضان، يعني مش بس انا، معظم تجار القدس البلد القديمه بيستنوا باليوم هذا، والله من علينا وان شاء الله الاجر على قد المشقه، وهي المشقه ان شاء الله ربنا يلطف فينا. في ناس بتيجي بتسال، لانه انا نزلت صور انه كيف القدس كانت بالاول، الفوانيس تيجي من اول الامطره لاخر الامطره، الناس يستنوا باليوم هذا عشان يزينوا. ايه بتطلع يعني الناس قلبها مطفي، يعني بتيجي بتسأل ودمعتها بعينها بتبكي. أنا يعني بدي أحكي ودمعتي بدها تنزل، لأنه شهر رمضان هذا الله يتم علينا فيه يا رب ويكف البلاء عنا. بتاريخ الحياة ما حصل، يعني هاي باب محلي وملكي ورزقي مش قادر أفتح. هلا في فانوس برا هيو محطوط، هذا طوله مترين، هلا أنا عامل فانوس 3 متر، ان شاء الله عملنا بنجمع فيه، ويوم الخميس باذن الله بدنا ننزله. بس انا بحط رونق ان شاء الله هون باب الحرم يبقى موجود، لانه كل الناس زوار نازله على مدينه القدس بتعدي من باب المجلس. احنا كل سنه بنحط الفوانيس من اول الامطره لاخر الامطره، يبقى نشيد اسلاميه، اهلا وسهلا يا رمضان. وهذا السنه فيش بهجه للشيء هذا نهائيا، ناس يعني ما الهاش نفس، يعني الشارع الواحد إذا بده يجيب غرض ما إلوش نفس يمشي بالشارع، لأنه بشوف أخوه حبيبه ابنه ما بيسلم عليه، يعني سلام مع أخوه الواحد مش قادر يسلم، ابنه يمشي هو يمسك إيده، لا مش قصة إنه هات نزين ونعمل نسوي. الناس قلبها مش فاضي للإشي هذا، لأنه فيش بيت الله يسترنا إلا فيه، يعني إذا مش هو جاره بحارته. الوباء هذا ما برحم حد، ما برحم حد.